مدبولي يوجه بإنشاء مجلس أعلى للصحة وإعداد استراتيجية موحدة للخدمة الصحية. إسبانيا تسجل أقل من 200 وفاة جديدة بكورونا لليوم الثالث على التوالي. ومصادر تكشف استعدادات تركيا لإرسال دفعات جديدة من الإرهابيين إلى ليبيا. الخامسة مساء الثالثة في جرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة. أهلا بكم، والبداية مع نانسي نور. أهلا بك نانسي. أهلا بك شادي وشكرا لك. وفي البداية مشاهدينا نرجو من جميع المصريين أخذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، احمي أهلك احمي بلدك. ونبدأ نشرتنا بملف فيروس كورونا. وجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بالعمل على تنفيذ عدد من المقترحات والتوصيات التي طرحها مسؤولو هيئة الرقابة الإدارية من أجل دعم وتعزيز القطاع الصحي، ومنها إنشاء مجلس أعلى للصحة ليتولى إعداد استراتيجية موحدة للخدمة الصحية. وخلال الاجتماع الذي عقده لمتابعة مقترحات وآليات تطوير المنظومة الصحية بحضور عدد من المسؤولين والوزراء، أكد مدبولي على الأهمية البالغة التي يمثلها القطاع الصحي، لا سيما في ظل انتشار فيروس كورونا وتداعياته الصحية، وهو ما يستدعي مزيدا من الاهتمام بتطوير المنظومة الصحية والبناء على ما قامت به الدولة خلال السنوات الماضية فيما يخص المبادرات الصحية المتعددة التي تم تدشينها واستفادت منها قطاعات واسعة في المجتمع، وكذلك مشروع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل. وجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بسرعة تأسيس الشركة الخاصة بمشروع المخازن الاستراتيجية للأدوية والمستلزمات الطبية وتوقيع الاتفاق الخاص بها في أقرب فرصة. جاء ذلك خلال لقائه مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والدكتور بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية. واطمأن رئيس الوزراء على توافر أرصدة كافية من المستلزمات الطبية والأدوية. من جانبه أيضا استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عددا من الملفات، من بينها موقف صرف المرحلة الثانية من المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة. وفي هذا الإطار وجه مدبولي باستمرار الإجراءات الاحترازية التي تم الاتفاق عليها وتجنب التكدس في المقار المحددة لصرف المنحة، كما استعرض رئيس الوزراء التطور المتحقق في خطط ميكانة الخدمات الحكومية، حيث ثمن على الجهود المبذولة في هذا الصدد للتيسير على المواطن وتقليل التكدس خلال المرحلة المقبلة. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة ستتحمل تكلفة الإقامة والإعاشة للعزل الصحي في المدن الجامعية ونزل الشباب للمصريين العائدين من الخارج، مشيرا إلى أنه على من يرغب في الإقامة بفندق فعليه نفقته. وخلال اجتماع لمتابعة جهود عودة المصريين العالقين بالخارج، قال مدبولي أن الدولة قامت بترتيبات كثيرة لاستيعاب الأعداد الكبيرة التي تعود إلى وطنها، خاصة مع تأكيد وزارة الصحة على ضرورة عزل كل العائدين من الخارج، لافتا إلى ضرورة الترتيب مع وزارة الداخلية لتأمين وصول العائدين من الخارج إلى الجهة التي سيتم العزل بها، ولن يسمح لأحد بمخالفة القواعد والترتيبات الخاصة بالعزل الصحي. قال وزير الخارجية سامح شكري أن الدولة تعمل على عودة المصريين العالقين بالخارج في أسرع وقت، مشيرا في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء إلى أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وجه بتسريع وتيرة عودة المصريين خلال الأسبوعين المقبلين. الحكومة المصرية واللجنة كانت حريصة على عودة المصريين في أسرع وقت ممكن، وكان هناك توجيه اليوم من دولة رئيس الوزراء بتسريع وتيرة عودة المصريين خلال الأسبوعين القادمين. تصور أنه هتستمر اللجنة في المتابعة الحثيثة للسفارات المصرية
تعمل جهد في وضع قوائم المصريين وإعطاء الأولوية للحالات الإنسانية وجمع المعلومات الخاصة بالمصريين في الخارج، وسوف تظل في توفير كل رعاية لهم والتنسيق مع الدول المستضيفة لهم حتى يتم توفير الرعاية الكريمة لهم لحين عودتهم إن شاء الله بأمان إلى أرض الوطن. شكرا. قالت وزيرة الدولة للهجرة نبيلة مكرم إن مصر لم ترفض طلبات ومناشدات أبناء الوطن بالخارج في العودة لوطنهم، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان واضحا وصريحا فيما يتعلق بوضع المواطن المصري فوق قمة أولويات الدولة بغض النظر عن الخسائر التي ستتكبدها الدولة في هذا الشأن. رغم من الظروف الاستثنائية اللي بتمر بيها الدولة المصرية والعالم بشكل عام، لم ترفض الدولة المصرية استغاثات وطلبات ومناشدات أبناء الوطن في الخارج في الرجوع إلى وطنهم. والحقيقة كان السيد الرئيس واضح وصريح فيما يتعلق بأنه هو بيضع المواطن المصري فوق قائمة أولويات الدولة بغض النظر عن الخسائر التي سوف تتكبدها الدولة في هذا الشأن. وجاء بعد ذلك تأكيده فيما يتعلق بأهمية عودة العالقين مهما كان السبب ومهما كانت الظروف حتى يعودوا إلى أرض الوطن. من هنا جاء تشكيل اللجنة المشكلة برئاسة دولة رئيس الوزراء بعضوية وزارة الهجرة، وزارة الخارجية، وزارة الصحة، وزارة الطيران، التعليم العالي، السياحة والأثار. كلنا اشتغلنا في هذه اللجنة، وبالتأكيد وزير الإعلام اشتغلنا في هذه اللجنة بشكل مؤسسي بكل دقة حتى يتم عودة جميع العالقين. في سياق متصل، قال وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل إن الدولة تبدأ اليوم إعادة المصريين من الكويت وبعض الدول الأخرى، لافتا إلى أن هناك أسبقيات للعمل في هذا الملف، الأولى للحالات الإنسانية والزائرين والمتأخرين، أما الثانية فلمن انتهت فترة عملهم وإقامتهم في البلاد الأخرى، والثالثة لتأشيرة الخروج النهائي والسياحة والزيارة. النهاردة هي بداية عودة المصريين من دولة الكويت إن شاء الله والدول الأخرى، وإحنا عملنا أسبقيات للعمل في هذا الملف المهم. الأسبقية الأولى هي الحالات الإنسانية والزائرين المتأخرين، والأسبقية الثانية لمن انتهت فترة عملهم وإقامتهم في البلاد الأخرى، والأسبقية الثالثة للتأشيرة الخروج النهائي والسياحة والزيارة من الدول الأخرى. الحقيقة برضو لازم أقول أنه جميع الوزارات تعاونت مع هذا في هذا الملف، ووزارة التضامن الاجتماعي عملت دور كبير جدا في هذا الموضوع. القوات المسلحة أيضا ساهمت في هذا الموضوع بدور مهم في رفع كفاءة المدن الجامعية لتصل إلى مستوى كبير جدا. وزارة الصحة هتعمل إجراءات طبية اعتبارا من نزول المصريين العائدين إن شاء الله اعتبارا من اليوم في مطار القاهرة وفي مناطق العزل بإذن الله. استقبل مطار مرسى علم الدولي رحلة طيران جديدة قادمة من واشنطن وعلى متنها 327 مصريا، وذلك في إطار خطة الدولة لإعادة المصريين العالقين بالخارج. وأشار الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر إلى أن فريق الحجر الصحي بالمطار استقبل ركاب الرحلة ووقع الكشف الطبي عليهم، كما تم نقلهم في حافلات مجهزة ومعقمة إلى أحد الفنادق لقضاء فترة الحجر الصحي. واصلت وزارة الداخلية عمليات تعقيم وتطهير كافة السجون مع توفير كافة أوجه الرعاية الطبية. رعاية صحية متكاملة تقدمها وزارة الداخلية لنزلاء السجون على مستوى الجمهورية من خلال مستشفيات مقامة داخل السجون ذات تجهيزات تقنية وبشرية عالية، يتم من خلالها متابعة الحالة الصحية للنزلاء وتقديم أفضل خدمة طبية لهم، وأبرزها عمليات الغسيل الكلوي للحالات التي تحتاج لها بصفة دورية، وتتم باستخدام أحدث الأجهزة المتخصصة في هذا الصدد. ويتم
يتاح للنزلاء التوجه للعيادات الخارجية بمستشفيات السجون لإجراء الكشوفات الطبية اللازمة في ظل وجود كافة التخصصات الطبية داخل السجون، وتصرف الأدوية اللازمة من صيدلية موجودة داخل كل مستشفى بها كافة الأدوية. تأتي هذه الإجراءات الوقائية والصحية تزامناً مع ما تتخذه الدولة من تدابير لمجابهة خطر انتشار فيروس كورونا، حيث يحرص قطاع السجون على إجراء مسح طبي لنزلاء السجون للإطمئنان على حالتهم الصحية. بنزل كل أسبوع أعمل إشاعة، وبنزل كل أسبوع أخذ علاجي ومش قادر أنزل، الدكتور بيطلع لي فوق العنبر بتاعي. بنطلع العيادات الخارجية وبيتم الكشف علينا وبيتصرف لنا العلاج، والعلاج دايما موجود بصفة منتظمة في الصيدلية الخاصة بالسجن. ومع تواصل هذه الإجراءات فإن عمليات تأهيل السجناء مستمرة داخل الورش المختلفة مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية داخلها، من ارتداء كمامات وقفازات طبية إلى التباعد بين النزلاء. كما تنطلق بصفة دورية ووفقا لبرنامج معد سلفا عمليات التعقيم والتطهير داخل السجون، والتي تشمل كافة مرافق السجون على مستوى الجمهورية. ومع تواصل هذه الإجراءات نظم القطاع بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني وقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دورة تدريبية عبر الاتصال الإلكتروني بشأن الوقاية من الأمراض المعدية داخل السجون ومكافحتها، ومنها فيروس كورونا، وبما يمكنهم من أداء مهمتهم في الحفاظ على سلامة وصحة نزلاء السجون. حاضر فيها خبراء مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عبر تقنية الاتصال الإلكتروني. وتواصل وزارة الداخلية ومن خلال قطاع السجون ووفقا لخطة متكاملة عمليات تعقيم السجون على مستوى الجمهورية لضمان حماية صحة وسلامة النزلاء، إضافة إلى ما يتم توفيره لهم من رعاية صحية واجتماعية وتأهيلية لتأهيلهم وإصلاحهم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته ستحدد قريبا أصل فيروس كورونا، وأضاف أنه كان على الصين إبلاغ بلاده بتفاصيل كورونا منذ البداية. حصل عقار ريمديسيفير على موافقة إدارة الدواء والغذاء الأمريكية للاستخدام على الحالات الحرجة فقط من مرضى فيروس كورونا، بعدما ثبت بحسب تقارير خلية الأزمة في البيت الأبيض أنه أظهر نتائج إيجابية. المزيد حول هذا العقار في هذا العرض. كشفت إحصاءات رسمية عن أن بريطانيا سجلت أعلى حصيلة وفيات بفيروس كورونا في أوروبا، وأوضح مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني أن حصيلة الوفيات جراء الفيروس بلغت نحو 32 ألف شخص، وذلك بعد إدراج الوفيات في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية. تتجاوز هذه الحصيلة مثيلتها في إيطاليا، والتي كانت الأكثر تضررا في أوروبا، على الرغم من أن حصيلتها لا تشمل حالات الوفاة المشتبه بها في الفيروس.
قالت وزارة الصحة الإسبانية إن العدد اليومي لحالات الوفاة بسبب فيروس كورونا ظل أقل من 200 حالة لليوم الثالث على التوالي، إذ بلغ 185 في الساعات 24 الماضية، وارتفع العدد الإجمالي لحالات الوفاة في البلاد إلى 25613 حالة، بينما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 219329 حالة. أعلنت هولندا عن تسجيل 317 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و86 حالة وفاة. وقالت السلطات الطبية إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في هولندا ارتفع إلى 41087 حالة، وبلغ عدد حالات الوفاة في البلاد بسبب الفيروس 5168 حالة. إذن مشاهدينا، وردنا الآن هذا الخبر العاجل، حيث أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 388 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و16 حالة وفاة. كما أعلن البيان الخاص بالوزارة ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 1730 وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحية. كما أعلنت الصحة ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 2224 حالة. أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الدول المشاركة في مؤتمر المانحين لتمويل تطوير لقاح ضد فيروس كورونا تعهدت بتخصيص 7 مليارات و400 مليون يورو. أكثر من 7 مليارات يورو تعهدت بها الدول المشاركة في مؤتمر للمانحين لتمويل تطوير لقاح ووسائل علاج ضد فيروس كورونا المستجد. سباق الإنسانية ضد الفيروس شعار رفعته بريطانيا وثماني دول ومنظمات أخرى شاركت في المؤتمر الدولي الذي انعقد بتقنية الفيديو كونفرنس من أجل التعاون معا لتحقيق أكثر مساعي العصر إلحاحا. الحصة الأكبر من التعهدات المالية وعدت بتقديمها ألمانيا، حيث أعلنت المستشارة أنجلا ميركل أن بلادها ستساهم بأكثر من 1.8 مليار يورو للجهود الدولية الرامية إلى تطوير لقاح ضد كورونا وتعزيز نظام الرعاية الصحية العالمي. أما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فتعهد خلال المؤتمر بالمساهمة في توفير 500 مليون يورو لدعم مبادرة إنتاج لقاح لفيروس كورونا. كذلك أعلن بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الأسبانية تخصيص تمويل بقيمة 50 مليون دولار لمكافحة فيروس كورونا. مساهمات كندا في المنح المعهودة تقدر ب 850 مليون دولار، وقال جاستن ترودو رئيس الحكومة الكندية إن جزءا كبيرا من هذه الأموال ستخصص لقطاع الأبحاث في كندا، إضافة إلى صناديق منظمة الصحة العالمية. من جهته قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إن بلاده تتعهد بتقديم 875 مليون دولار لدعم جهود إيجاد لقاح للوقاية من فيروس كورونا. كما تعهد بتوفير عقار أفيجان للتجارب السريرية بمختلف الدول بالمجان.
أعلنت السلطات الصحية في روسيا عن وفاة 95 شخص جراء فيروس كورونا المستجد، فيما تم تسجيل أكثر من 10,000 إصابة جديدة خلال 24 ساعة ماضية، ما يرفع حصيلة المصابين في البلاد إلى أكثر من 155,000. هذا وارتفعت حصيلة الوفيات بذلك منذ بدء تفشي فيروس كورونا في روسيا إلى 1,451 حالة. قال مكتب رئيس الوزراء الروسي إن ميخائيل ميشوستين رئيس الحكومة هو الذي أصيب بفيروس كورونا المستجد يشعر بحالة جيدة ويتلقى العلاج اللازم ضمن الخطة الطبية المطبقة. وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء إن ميشوستين يرقد في أحد المراكز الطبية الحكومية ويتلقى علاجه الضروري ضد الفيروس ويشعر بحالة جيدة، منوها أنه يتواصل بنشاط وهمة عالية مع زملائه في العمل عبر الهاتف. سجلت ألمانيا 685 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 139 وفاة خلال 24 ساعة ماضية بحسب بيانات معهد روبرت كوخ، وبذلك ارتفع إجمالي مصابي كورونا في ألمانيا إلى 163,860، بينما بلغ عدد الوفيات 6,831 حالة. من جهة أخرى، أعلنت ألمانيا تمديد إجراءات الرقابة الاحترازية على حدودها بسبب فيروس كورونا حتى يوم 15 من مايو، في حين أبلغ مصدر أن وكالة رويترز أو خاص بوكالة رويترز أن حكام الولايات سيطلبون من المستشارة أنجلا ميركل بدء إجراءات تخفيف قيود الإغلاق والسماح باستئناف منافسات دوري كرة القدم. أعلنت أوكرانيا عن تمديد الإغلاق بسبب فيروس كورونا لبعد 22 من مايو الجاري. قال رئيس الوزراء الأوكراني دانس شميهال إن بلاده رغم ذلك تخطط لتخفيف إجراءات الإغلاق إذا سمح الوضع بذلك، مؤكدا أن نظام الرعاية الصحية في أوكرانيا تمكن من الاستعداد لجائحة كورونا بشكل جيد. أعلنت إيران عن تسجيل 63 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، وقالت وزارة الصحة الإيرانية إن عدد الوفيات في إيران منذ تفشي الوباء بلغ 6,340 حالة، فيما بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس 99,970 حالة. أكد الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن أن أزمة فيروس كورونا بدأت تستقر بسرعة، وقال إن ذلك جاء بفضل جهود المقر المركزي للتدابير المضادة للكوارث والسلامة والذي انطلق لمواجهة كورونا، مشيدا في الوقت ذاته بالإجراءات الحكومية التي اتخذت لمواجهة الوباء والحملة للتباعد الاجتماعي. أعلنت هونغ كونغ تخفيف بعض إجراءات التباعد المكاني المفروض بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وقالت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام إن هذا القرار يأتي بعد عدم تسجيل أي حالات إصابة محلية جديدة بالفيروس في المنطقة لمدة 16 يوما على التوالي، وأضافت أنه سيتم كذلك تخفيف القيود المفروضة على المطاعم، حيث سيتم السماح بتواجد مجموعات تتراوح أعدادها بين 4 و8 أشخاص على مقربة من بعضهم البعض، مع إعادة فتح المدارس تدريجيا اعتبارا من 27 من مايو الجاري. أعلنت تايلاند تسجيل حالة إصابة جديدة واحدة بفيروس كورونا دون رصد وفيات جديدة، وهو أقل عدد إصابات منذ 9 من مارس الماضي. وأوضحت السلطات أن عدد حالات الإصابة الجديدة تراجع في الأسبوعين الماضيين باستثناء بؤرة في مركز لاحتجاز المهاجرين في جنوب تايلاند، حيث رصدت 60 حالة إصابة جديدة خلال هذه الفترة. وأضافت السلطات أن 2,747 مريضا تعافوا، فيما لا يزال حوالي 187 يعالجون في المستشفيات.
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أن حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد ارتفعت إلى 237 حالة. وقالت الوزارة إن عدد الحالات المؤكدة المصابة بالفيروس وصلت إلى 16,246 حالة. أعلنت وزارة الصحة الماليزية عن تسجيل 30 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين 6,383 حالة، فضلا عن تسجيل حالة وفاة واحدة، ليصل عدد الوفيات حتى الآن إلى 106 حالات. أكدت وزارة الصحة في سنغافورة رصد 632 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 19,410 حالات. أعلنت باكستان عن تسجيل 1315 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات جراء الفيروس في البلاد إلى 21,501، وتعد هذه الحصيلة الأعلى التي يتم تسجيلها خلال يوم واحد حتى الآن، في الوقت الذي تتجه فيه الحكومة الباكستانية نحو تخفيف قيود الإغلاق المفروضة على البلاد خلال الأيام القادمة. أعلنت وزارة الصحة الهندية عن تسجيل 3,900 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 195 شخص خلال الساعات الـ24 الماضية. وأشارت الوزارة إلى ارتفاع عدد المصابين بالفيروس إلى 46,433 حالة، كما بلغ إجمالي الوفيات في البلاد 1,568 حالة. أعلنت السعودية عن تسجيل 1595 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وفي مؤتمر صحفي قال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية إنه تم تسجيل 955 حالة تعافي جديدة، لترتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 5,431 حالة. أما الإمارات فقد أعلنت عن تسجيل 462 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما تم تسجيل 9 حالات وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك عدد الحالات المصابة بالوباء في البلاد إلى 15,192 حالة، بينما بلغ عدد حالات الوفاة 146 حالة، بينما ارتفعت حالة الشفاء إلى 3,153 حالة. أعلن وزير الصحة الكويتي عن شفاء 85 حالة من المصابين بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 2,232 حالة. وأوضح أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء الحالات 85 من الفيروس، مشيرا إلى أنه سيتم نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين القادمين. أعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل 98 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يصبح العدد الكلي للإصابات المسجلة في السلطنة 2,735 حالة، وعدد الوفيات 12، فيما تمثلت للشفاء 858 حالة. سجلت قطر 951 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، في قفزة حادة لانتشار الوباء في البلاد مقارنة بالأيام الأخيرة. وأشارت وزارة الصحة القطرية إلى أنه لم يتم تسجيل أي وفيات جديدة ناجمة عن كورونا، ليبقى عدد الوفيات عند 12 حالة، موضحة أن أغلب حالات الإصابة الجديدة بالفيروس تعود لأشخاص من العمالة الوافدة.
أوصى مجلس الدفاع الأعلى في لبنان الحكومة بتمديد إجراءات العزل العام المتخذة لاحتواء تفشي جائحة فيروس كورونا أسبوعين حتى 24 من مايو الجاري. هذا ومن المقرر أن تتخذ الحكومة القرار في اجتماعها في وقت لاحق اليوم، حيث سجل لبنان 740 حالة إصابة و25 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد. وبدأت الحكومة في تخفيف بعض القيود هذا الأسبوع، فسمحت للمطاعم بفتح أبوابها ولكن باستخدام 30% فقط من طاقتها الاستيعابية. قالت مصادر إن تركيا أرسلت نحو 11 ألف من المرتزقة إلى ليبيا، من بينهم 261 قتلوا في المعارك. وأضافت المصادر أنه تجرى حاليا استعدادات لنقل مئات المسلحين من سوريا إلى تركيا بتعليمات من استخبارات إردوغان، التي تضغط على بعض الفصائل الإرهابية لإرسال دفعات جديدة من مسلحيها إلى ليبيا ملوحة بإيقاف الدعم عنها. للمزيد ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ عبد الستار حتيتا الكاتب الصحفي. بعد تحية لك أستاذ عبد الستار، إذا تركيا ما زالت ترسل المرتزقة والأسلحة إلى الميليشيات الإرهابية الموجودة في طرابلس، الآن مصادر تقول أن تركيا أرسلت نحو 11 ألف من المرتزقة من سوريا إلى ليبيا، هي تهدد أيضا الفصائل الإرهابية الموجودة في سوريا أنها إذا لم تذهب إلى ليبيا فستقطع عنها التمويل، كيف تنظر إلى هذا الأمر؟ هناك على ما يبدو إصرار من جانب النظام التركي لاستغلال الأوضاع الحالية أقصى استخدام وأقصى استغلال يعني استباق الأحداث وإرسال كل ما يستطيع من مرتزقة ومن مقاتلين أجانب إلى شمال غرب ليبيا. هو أردوغان يهدد ويلوح ويرسل رسائل لعموم الليبيين لإخافتهم، وأيضا أعتقد أنه يحاول كذلك إخافة بعض القوى في الإقليم. يعني هناك جماعات معروفة أنها جماعات موالية لتنظيم الإخوان ولنظام الحزب الأردوغاني، خاصة في تونس، في بعض الدوائر في الجزائر. للأسف الشديد يعني هو أيضا يلعب على هذه الشريحة من يعني السياسيين غير الوطنيين الذين يعني ينتهجون نهجا لا يعترف بحدود الدولة ويعطي مساحة كبيرة للتعامل مع الأجانب ومع الآخرين بحجة يعني كلهم جماعة وأشياء من هذا القبيل. على كل حال يبدو أن الرئيس أردوغان عمليا يحاول أن يستغل وباء كورونا وأن يستغل انشغال المسلمين بشهر رمضان في أن يضع كل ما يستطيع من قوات سواء مرتزقة أو أسلحة أو حتى خبراء عسكريين أتراك في منطقة شمال غرب ليبيا لفرض أمر واقع جديد. ما الذي غيره هذا من الوضع على الأرض في طرابلس أستاذ عبد الستار؟ يعني هو يعرقل وصول ليبيا إلى مرحلة الاستقرار، يعرقل وصول الليبيين إلى مرحلة من التفاهم السياسي. هو معروف تركيا حتى حين كانت تتواجد في ليبيا في بداية القرن الماضي كانت دائما تحرص على إقامة المؤامرات وتأليب فصائل ضد فصائل واستثارة النعرات القومية والبربرية وغير العربية ضد القبائل الليبية وبعضها بعضا. يعني قامت بهذا بشكل شنيع في منطقة شمال غرب ليبيا في مطلع القرن الماضي، وحتى حين كان الإيطاليون موجودون كقوة احتلال في ليبيا خاصة في شمال غرب ليبيا في طرابلس والجبل الغربي وغيرها، وهي مناطق عمل الأتراك في الوقت الحالي. هذه المناطق كان الأتراك يحاولون الضغط على الإيطاليين من خلال التعامل مباشرة مع العرب ومع الأمازيغ ومحاولة زرع المؤامرات ما بين العرب والأمازيغ لتحقيق مصالح تركيا ولضرب أي تعاون للطليان مع أي فصيل. يعني الأتراك المؤامرات القديمة التي كانوا يقومون بها في تلك المنطقة
يقومون بها اليوم، يقومون بتأليب قبائل ضد أخرى، تأليب فصائل ضد أخرى. لم تستجب معظم القوى الليبية لهذه الألاعيب الأردوغانية، فاضطر لي الاستعانة بمرتزقة وبمقاتلين أجانب لكي يسد الفراغ والنقص العددي في الميليشيات في طرابلس وما حولها. نعم، بشكرك أستاذ عبد الستار حتيتا الكاتب الصحفي. ذكرت وكالة رويترز للأنباء أن الليرة التركية واصلت خسائرها لتتراجع إلى مستويات قياسية متدنية بلغتها في أزمة العملة التي وقعت عام 2018. وفي مواجهة ضغوط السوق، قال مصرفيون لرويترز أن البنك المركزي التركي رفع حدود عمليات السوق لمبادلة الليرة بالعملات الأجنبية إلى 40% من 30% في السابق. رصدت تقارير عالمية تحول القضاء التركي إلى عصا في يد أردوغان يستخدمها ضد معارضيه، خاصة من الأكراد الذين يواصل النظام التركي الحاكم حملة الإبادة السياسية ضدهم من أجل تعويض خسارته أمامهم في الانتخابات البلدية. لا حرية، لا حقوق، لا فصل بين السلطات، إنما قمع وديكتاتورية وانتهاكات لا تنتهي. هكذا هو حال الدولة التركية تحت حكم أردوغان. ففي تحقيق نشرته وكالة رويترز، قامت السلطات التركية بفصل آلاف القضاة والمدعين العموم أو سجنهم، بينما تستخدمهم حكومة أردوغان كأداة ضد خصومها، وقد تم استبدالهم بوافدين جدد مخلصين لنظام أردوغان وعديم الخبرة، بعضهم في العشرينيات من العمر، وأغرقوا المحاكم في أزمة. وكشف التحقيق أن بيانات وزارة العدل التركية توضح أن 45% على الأقل من قرابة 21 ألف قاض ومدعي عام في تركيا لديهم الآن خبرة 3 سنوات أو أقل. التحقيق أوضح أيضا أن أردوغان استغل القضاء كأداة سياسية ضد الكرد من أجل تعويض خسارته أمامهم في الانتخابات البلدية ضمن حملة الإبادة السياسية التي تواصل حكومة أردوغان اتباعها ضد السياسيين الكرد ورؤساء البلديات المنتخبين ديمقراطيا. وذكر التحقيق أنه حتى المحامين المدافعين عن المتهمين الكرد يتعرضون للقمع وتلفيق القضايا ضدهم من نظام أردوغان. وبحسب العديد من المنظمات الحقوقية، فإن السلطات التركية دأبت على مدار العقود الأخيرة، وخاصة في ظل حكم أردوغان، على استخدام السلطة القضائية كأداة لتحقيق الأجندات السياسية للحزب الحاكم، فيما فشل في تنفيذه عبر صناديق الاقتراع. أعرب أحمد داود أوغلو رئيس حزب المستقبل التركي المعارض عن استنكاره لقيام نظام أردوغان والآلات الإعلامية التابعة له بالترويج لشائعات تزعم قرب وقوع انقلاب في البلاد. وشدد داود أوغلو على أن خطابات وأقوال أردوغان وحزبه العدالة والتنمية ما هي إلا مساع لتغيير الأجندة السياسية ومحاولة لإطفاء الشرعية على ميولهم الاستبدادية. وشدد على أن السلطة الحاكمة بدأت تتخوف من الشعب خائفة مع فاتورة الاقتصاد الباهظة. أدانت جامعة الدول العربية مصادقة سلطات الاحتلال على إقامة مشروع استيطاني جديد في البلدة القديمة في مدينة الخليل لإنشاء طريق خاص وإقامة مصعد كهربائي لتسهيل اقتحامات الحرم الإبراهيمية. وأكدت الجامعة أن هذا القرار يأتي في إطار تصعيد سياسات الاحتلال العنصرية والتهويدية المتواصلة ضد المعالم الدينية والتاريخية الفلسطينية وضد المقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي ظل استكمال تهويد مدينة القدس واستهداف الحرم القدسي الشريف والهوية العربية الإسلامية الفلسطينية في القدس والخليل والمقدسات فيهما. أعلنت وزارة الخارجية السودانية أن الخرطوم عينت أول سفير لدى الولايات المتحدة منذ ما يقرب من ربع قرن في خطوة لتطبيع العلاقات بين البلدين. أوضحت الخارجية السودانية أنها اختارت الدبلوماسي المخضرم نور الدين ساتي سفيرا في واشنطن، وأن السلطات الأمريكية وافقت على ترشيحه
عين أو عين البلدان لما يقرب من ربع قرن قائما بالأعمال فقط لإدارة سفارتيهما في واشنطن والخرطوم. وفي ديسمبر الماضي قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن البلدين سيتبادلان السفراء. أفادت خلية الإعلام الأمني بالعراق مقتل 3 إرهابيين في إحدى المناطق بمحافظة كركوك. وأوضحت الخلية في بيان لها أن قوة تابعة لقيادة العمليات المشتركة في كركوك شاركت في مداهمة وقر لعناصر إرهابية ما أدى إلى مقتل 3 منهم. وأشار البيان إلى مقتل 3 عناصر من الحشد العشائري ومنتسب من الشرطة الاتحادية إثر انفجار عبوة ناسفة وإطلاق نار مباشرة بالمحافظة. قالت صحيفة ألمانية إن الادعاء الاتحادي الألماني أصدر أمر اعتقال بحق شخص يعتقد أنه تسلل على أنظمة كمبيوتر البرلمان الألماني في عام 2015 لصالح جهاز المخابرات الروسي. ذكرت الصحيفة أن المشتبه به يدعى ديمتري بادين وهو مطلوب كذلك لدى السلطات الأمريكية في جرائم تسلل تشمل سرقة رسائل بريد إلكتروني من هيلاري كلينتون والحزب الديمقراطي وقت التحضير لانتخابات الرئاسة الأمريكية في 2016. أعلن الجيش الأفغاني مقتل 16 مسلحا على الأقل من حركة طالبان إثر غارة جوية شمالي أفغانستان. وأفاد بيان صادر عن فيلق شاهين 209 بأن قياديا بارزا بحركة طالبان يدعى الملا يعقوب إلياس منصور كان يقيم لقاء في منطقة كوشندا بإقليم بلخ عندما شنت القوات الجوية الأفغانية غارة جوية بناء على معلومات سرية ما أسفر عن مقتل 16 مسلحا بينهم القيادية. قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إن سلطات بلاده ألقت القبض على أمريكيين تورطا في عملية توغل فاشلة في فنزويلا. وأشار مادورو إلى أن السلطات اعتقلت 13 إرهابيا تورطوا في المخطط الذي قال إنه كان بالتنسيق مع واشنطن لدخول فنزويلا عبر ساحل البحر الكاريبي والإطاحة به. وأعلنت سلطات فنزويلا مقتل 8 أشخاص في محاولة التوغل والتي لم تعلق الخارجية الأمريكية عليها حتى الآن. مشاهدينا ننتقل الآن لمتابعة وقائع المؤتمر الصحفي لحاكم نيويورك حول فيروس كورونا. Then we were before. We didn't replace what was. We improved. وقمنا بإعادة البناء بشكل أفضل. لم نعوض ما كان ولكن حسنا على كل شيء. الإسكان، البناء كان مختلفا، شبكة الكهرباء مختلفة، البنى التحتية مختلفة. What we went through with PPE, staff shortages, that can never happen again. How we use telemedicine, we have to learn and we have to grow. It was vital to what we did here. We have to make sure we're better at it. Our public transportation system, we're learning. Tonight we're going to shut down the subways for the first time in history. Why? Because they have to be disinfected. وافق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على إطلاق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مسابقة الإبداع الحكومي اخدم بلدك بفكرة وفتح الباب باب التقديم فيها أمام المواطنين حتى 30 من يونيو المقبل. أكد مدبولي أن الحكومة تحرص على تشجيع الأفكار الإبداعية لدى المواطنين والمشاركة بما لديهم من طاقات وقدرات إبداعية من شأنها أن تسهم في النهوض بأداء وحدات الجهاز الإداري. واعتبر أن هذا الأمر يتم من خلال تعزيز روح المنافسة بينهم وهو ما يضمن في نهاية الأمر النهوض بكافة مناحي الحياة للمواطنين وفق رؤية مصر 2030. أكدت وزارة التنمية المحلية أن إجمالي ما تم إزالته بالمحافظات من تعديات تتعلق بالاستيلاء على أراضي وأملاك الدولة منذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بلغت نحو 4,267,000 متر مربع بمختلف المحافظات. جاء ذلك خلال تقرير تلقاه وزير التنمية المحلية محمود شعراوي من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول جهود المحافظات حتى الآن بشأن التعامل مع مخالفات البناء وإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة
الدولة والمخالفات الزراعية والتصدي لمحاولات بعض المواطنين لاستغلال الظروف الحالية التي تمر بها الدولة خلال تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد وإقامة مبانٍ وأسوار وكذلك بالزراعة عليها. ترأس وزير الاتصالات عمرو طلعت اجتماعا استثنائيا للمكتب التنفيذي للجنة الفنية المتخصصة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام التابعة للاتحاد الإفريقي. خلال الاجتماع الذي عقد عبر الفيديو كونفرنس لمناقشة جهود قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالدول الإفريقية في دعم الخطط الوطنية لمواجهة فيروس كورونا، أكد طلعت أن الأزمة الراهنة تعكس أهمية صياغة الاستراتيجيات الوطنية لبناء مجتمع رقمي يكون بمثابة العمود الفقري للتنمية، مشيرا إلى أهمية توافر بنية تحتية قوية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتمكين المواطنين من الحصول على جميع الخدمات الأساسية مع مراعاة التباعد الاجتماعي. أشاد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بما قدمه مسلسل الاختيار وما يمثله من تجسيد للكفاح البطولي لجنودنا البواسل في القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب. وخلال اجتماع المجلس لمناقشة التقرير الأول للجنة الدراما حول دراما رمضان، ثمن المجلس على دور الدولة في مواجهة وباء كورونا ودور الإعلام في نشر ثقافة مواجهة هذا الوباء وأهمية التكاتف خلف الدولة في جهودها ودعمها. تتواصل عمليات التعقيم في موقع محطة مترو جمال عبد الناصر الجديدة بالخط الثالث لمترو الأنفاق، وذلك بالتوازي مع عمليات الإنشاء التي تجري على قدم وساق ولم تتوقف منذ بداية انتشار كورونا. صباح جديد يستقبل عمال ومهندسي موقع إنشاء محطة جمال عبد الناصر الجديدة التابعة للخط الثالث من مترو الأنفاق. صباح غدا يبدأ بإجراءات جديدة ومختلفة لتحافظ على حياتهم وتحميهم. محطة جمال عبد الناصر الجديدة هي في المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، وهي محطة ربط ما بين الخط الثالث والخط الأول. هتكون رابطة مع محطة جمال عبد الناصر القديم. المفروض إنها تخدم أي حد محتاج يستخدم خط حلوان المرج وينقل لخط إمبابة العطا. إحنا الأعمال المستمرة ما عندناش أي مشاكل الحمد لله. إحنا وصلنا دلوقتي تقريباً لحوالي 70% من أعمال الخرسانات وحوالي 25% من أعمال التشطيبات. احنا بطبيعه شغلنا المهمات الوقايه والسلامه دي موجوده عندنا بطبيعه شغلنا في المواقع، لكن اللي زاد ان في عمليه تعقيم بتتم وقياس درجه حراره من بدايه دخول الموقع للافراد جميعا من العمال لحد المدير، كله بيعملوا عمليه تعقيم سواء لي او للعمال للمهمات اللي بيستخدموها اثناء التشغيل، زائد ان الاماكن اللي فيها شغل زي السلالم او الهندريل اللي بيتحرك عليه العمال كلها او الناس داخل الموقع بيتم عمليه تعقيم ورا بعضها او عمليه تتابع كل شويه اثناء كتر الحركه في المكان حسب طبيعه الشغل في المكان نفسه. عمليات التعقيم في موقع محطة مترو ناصر الجديدة تجري على مدار 24 ساعة مثلها مثل عمليات الإنشاء التي تجري على قدم وساق منذ بداية انتشار جائحة كورونا. بيتم توزيع العمال على ورديات مختلفة على أماكن عمل مختلفة، موقع كبير، الموقع فيه اكتيفيتي كتير، فيه أنشطة كتيرة، ممكن أنا مركز في نشاط واحد ممكن أركز في كذا مكان، أوزع العمال بتوعي بحيث أن أنا ما أوقفش الشغل وفي نفس الوقت محافظ على المسافة بين العمال وأخليهم يتجنبوا أي مشاكل ممكن تحصل لهم. عدنا توزيع وقت العمل بتاعنا تاني وتوزيع الورديات تاني بس إن إحنا نتفادى الحظر ومنع النقل عندنا، فبقينا نشتغل ورديات أكتر ونبتدي قبل ونخلص بعد الحظر. بكامل قوتها واستعداداتها تستأنف محطة ناصر عملها الذي بدأ منذ 2017، وكذلك الحال أيضا في محطة ماسبيرو التي أيضا هي تحت الإنشاء في الخط الثالث من مترو الأنفاق للانتهاء في الوقت المحدد. مشروع يعني الانتهاء منه بداية شريان حيوي جديد في البلاد ينقل ملايين الركاب يوميا. نشرت أحد القنوات الصينية تقريرا مصورا سلط فيه الضوء على الطلب المتزايد من دول العالم على المنتجات الزراعية المصرية رغم تفشي فيروس كورونا عالميا، وأوضح التقرير أن زيادة الطلب على المنتجات المصرية يأتي نتيجة لنجاح مصر خلال السنوات الماضية في أن تستثمر وتتوسع في مناطق الزراعة مع حرصها في الوقت ذاته على ضمان جودة منتجاتها الزراعية لتطابق المعايير الدولية للتصدير.
Well, let's move on now to Egypt. The country is witnessing an increase in demand for its agricultural products. COVID-19 has led to numerous restrictions with the North African nation's regular consumers, but new opportunities are now arising. CGTN's Adele El-Marhoui with the details. For years, Egypt has been investing in expanding cultivation areas. The country has been also working to enhance its agricultural products' quality to meet international standards for exportation purposes. This year, these measures have paid off. At the beginning of the pandemic, we've seen a 10 to 15% drop. Some restrictions have been imposed by importing countries. Some traders thought COVID-19 has stopped shipping. But once that got sorted out, our exports resumed normally. No Egyptian product has been affected. Since the year began, Egypt has exported 2.35 million tons of fruits and vegetables, with quarter one this year reflecting the same efficiency as in 2019. The prized product this year is orange, which has the lion's share in Egypt's agricultural exports. About 1.2 million tons have been exported. For years, Egypt has been competing with Spain on the number one spot in exporting citruses. Egypt is now number one. This year, Spain imported Egyptian oranges, which has created a new challenge for them because our oranges has overshadowed theirs in price and quality. Potatoes comes next in Egypt's list. It has so far totaled about 550,000 tons in exports. To preserve their quality standard certifications, Egyptian exporters have been already disinfecting all their workers daily. They say the only addition COVID-19 imposed is the face mask. Adel El-Mahroui, CGTN, Cairo. قفزت أسعار النفط مجددا بفضل آمال تعافي الطلب على الوقود مع بدء بعض الولايات الأمريكية والدول الأوروبية والآسيوية في تخفيف إجراءات عزل عام فرضتها لاحتواء انتشار فيروس كورونا. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 9.9% لتصل إلى 22 دولار و40 سنتا للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 6.9% مسجلة 29 دولار و7 سنتا للبرميل. انخفضت أسعار الذهب مع تقليص الإقبال على المعدن الذي يعتبر ملاذا آمنا، ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1700 دولار للأوقية، في حين هبط في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.4% إلى 1706.10 دولار. تراجعت أسعار الدولار الأمريكي وسط مخاوف بشأن تصاعد حدة التوتر بين واشنطن وبكين. وفي أستراليا واصل الدولار الأسترالي ارتفاعه أمام الدولار الأمريكي بعدما رفع البنك المركزي الأسترالي هدفه لأسعار الفائدة، ولكنه توقع أن يشهد اقتصاد البلاد أكبر انكماشا على الإطلاق في النصف الأول من العام الجاري. ودفعت الأجواء الحذرة في تداولات الين للارتفاع أيضا أمام العملة الأمريكية قليلا. أظهرت بيانات من وزارة التجارة التركية اتساع العجز التجاري بنسبة 13.4% على أساس سنوي ليصل إلى 3.4 مليار دولار في أبريل. كما تراجعت الواردات بنسبة 32.2% في حين انخفضت الصادرات بنسبة 41.6%. في سياق متصل قال معهد الإحصاء التركي إن تضخم أسعار المستهلكين وصل إلى 10.94% على أساس سنوي في أبريل. أعلن نادي أنقرة جوجو التركي والذي ينشط في دوري الدرجة الثانية عن إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا. أصدر النادي التركي بيانا رسميا يؤكد فيه أن هناك لاعبا مصابا بالمرض دون الكشف عن هويته، تم عزله هو وباقي لاعبي الفريق، وبدأت مراحل العلاج من الفيروس.
أفرجت السلطات عن المواطنة المصرية الأمريكية ريم دسوي التي احتجزت بتهمة نشر أخبار كاذبة تهدف للإضرار بالوحدة الوطنية. هذا وصلت دسوي التي تحمل الجنسية الأمريكية وتعمل معلمة بصحبة ابنها إلى منزلها في لانكاستر بولاية بنسلفانيا الأمريكية، حيث كان قد تم احتجاز دسوي بمطار القاهرة أثناء عودتها من الولايات المتحدة تنفيذا لقرار النائب العام وتقديمها لجهات التحقيق. ختم النشرة تذكير بأهم ما ورد بها من أنباء. مدبولي يوجه بإنشاء مجلس أعلى للصحة وإعداد استراتيجية موحدة للخدمة الصحية. إسبانيا تسجل أقل من 200 وفاة جديدة بكورونا لليوم الثالث على التوالي. مصادر تكشف استعدادات تركية لإرسال دفعات جديدة من الإرهابيين إلى ليبيا. نهاية هذه النشرة. للمزيد من الأخبار تابعونا دائما على موقعنا الإخباري extranews.tv. كنا معكم في هذه النشرة شادي شاش وننسي نور. إلى اللقاء.